نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه التغطية الحية والمباشرة معكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. الزمالك يعلن تحويل اللاعب أحمد فتوح للتحقيق، واسم اللاعب يتصدر محركات البحث. فهل ينتقل فتوح للنادي الأهلي؟ كواليس مثيرة في شروط أحمد فتوح للتجديد للزمالك، وكواليس أكثر إثارة في قرارات نادي الزمالك الجديدة. التفاصيل كاملة في هذه التغطية. بعد إعلان نادي الزمالك إيقاف ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري مع عرضهم للبيع لاحقا، حيث تم استبعاد فتوح من قائمة الزمالك لمباراة زد بسبب أنه غادر معسكر الفريق دون رجوع لأي شخص بالفريق أو الإدارة بالنادي، ولم يتقدم بأي أعذار حتى الآن. وقد انتشرت أقاويل عن أن اللاعب أحمد فتوح مطلوب رسميا للنادي الأهلي، ولكنه أكد أيضا مصدر أن إدارة النادي الأهلي لم تناقش موقف ضم أي لاعب من ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، محمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفى الزناري. وكان قد اجتمع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع محمود الخطيب رئيس النادي قبل يومين للحديث عن احتياجاته لفترة الانتقالات الشتوية. ولم يدخل الأهلي بشكل رسمي في مفاوضات لضم فتوح. هو لاعب كبير دون شك، ولكنه حتى الآن لم يتم طرحه، وذلك وفق تصريحات مصدر مسؤول. وأكد المصدر أيضا أن الأهلي يحترم كل الأندية ويسلك الطرق الشرعية، وأن فتوح وصبحي قد ينتهي تعاقدهما بنهاية الموسم الجاري، ولا يحق لأحد الحديث معهم قبل مطلع يناير المقبل. وأكد الكابتن معتز أنه لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر أنه يتمنى أن يتعاقد النادي الأهلي مع أحمد فتوح لاعب الزمالك، وقال عامل السن أصبح يظهر على لاعب الأهلي المميز علي معلول. وأشار إلى أن أحمد فتوح عرض المطالب الخاصة به، وأن الساعات الماضية كانت هناك جلسة مع الكابتن عبد الواحد السيد. وكان قد أعلن في وقت سابق فرج عامر رئيس نادي سموحة عن رغبة اللاعب أحمد فتوح في الانضمام للنادي الأهلي. وكتب فرج عامر عبر حسابه بموقع فيسبوك: خبر مؤكد، أحمد فتوح الذي بزغ نجمه وأبدع في نادي سموحة وعاد للزمالك بعد ذلك لا يرغب في التجديد للزمالك نهائيا، ويرغب في التوقيع في يناير القادم للنادي الأهلي، حيث يحق له التوقيع لأي نادي في ذلك الوقت لانتهاء عقده بنهاية الموسم القادم في بيراميدز الذي قدم له إغراءات كبيرة لأحمد فتوح، ولكنه لا يرغب في اللعب لبيراميدز ويرغب في ارتداء اللون الأحمر. وأكد الإعلامي أمير هشام أن النادي الأهلي تفاوض مع أحمد فتوح من أجل الحصول على خدماته بالموسم المقبل. وتابع هشام: الأهلي أكد للاعب أنه سوف يحصل على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد، ولكن فتوح طلب الحصول على 60 مليون جنيه خارج العقد بواقع 20 مليون لكل موسم للموافقة. وأضاف أمير هشام: فرص انضمام فتوح إلى الأهلي لا زالت قائمة، لكنه حال تمسك اللاعب بمطالبه سوف تكون الصفقة صعب إتمامها، وبيراميدز يزاحم على ضمه بقوة. وجاء ذلك في إطار عدة قرارات أصدرتها الزمالك خلال هذه الفترة، وكان أولها توجيه الشكر للمدير الفني لنادي الزمالك ومساعده ومدحت عبد الهادي. وتم تعيين معتمد جمال مدربا عام وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز، كما تم إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق لارتكابهم مخالفات وتجاوزات. وتم عرض الثلاثي السالف ذكرهم للبيع بعد التجاوزات الصادرة منهم. وعن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، فتقام في تمام الساعة 7 مساء يوم الأربعاء بتوقيت القاهرة. وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر. وبالنسبة للاعبين، يخضع مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى كشف طبي جديد صباح الغد استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي. وكان مصطفى شلبي غاب عن اللقاء الماضي للزمالك أمام زد بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة MVP كدمة في القدم.
مشاهدينا الكرام، هذه كانت أبرز ما جاء بشأن انتقال اللاعب أحمد فتوح لنادي الزمالك وأهم وآخر قرارات نادي الزمالك. بشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.